في لعيبة حريفة، في لعيبة الحرفنة أقل حاجة عندها. الكورة حبت لمستهم والجمهور هتف باسمهم وغنى لهم. ضيفي النهاردة واحد من أهم لعيبة مصر. أجوال حلوة، ده غير الترقيص والمهارات. ضيفي النهاردة بركات، ملك الحركات. في السكة الحديد بدأ صغير وكان لعيب حريف. للدرويش كانت النقلة، وفي اللعب كان مخيف. جاب للإسماعيلية دوري مع محسن صالح، حاربه نجوميته واتكترت عليه المصالح. قالوا عليه زملكاوي بس حبه للأهلي ظهر، حتته في الملعب باسمه مكتوب عليها خطر. رحلة احتراف من قطر للسعودية وخد كام بطولة، رجع يلعب مع الشياطين وعمل لنفسه أسطورة. زي الزيبق في الملعب محدش يعرف يمسكه، موهبته وحرفنته كانت في الكورة وسطته. بطل لعبه ونجمه فضل في العالي ومعروف، عمل برنامج والتاني ونجح واتكلم من غير كسوف. بطولات في دولابه متسجلة بعنوان ملك الحركات، اللعيب اللي مفيش منه الحريف محمد بركات. لما بيلعب قطر بيجري وما تلحقهوش، خفة دمه برا الملعب تفرد في وشوش. لما بيلعب قطر بيجري وما تلحقهوش، خفة دمه برا الملعب تفرد في وشوش. بركات ده النجم الأسطورة، نجم التلفزيون والكورة، تتحدى يبقى راحت فورة والموضوع مش محتاج إثبات. أهلا أهلا كابتن بركات. أهلا أهلا كابتن بركات، إزيك؟ عامل إيه؟ منورني، اتفضل.